برحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي تفاصيل أخبارنا النهاردة من كرة اليد. اتحاد كرة اليد بدأ مفاوضات مكثفة للتعاقد مع بديله الإسباني روبرتو غارسيا باروندو لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. الاتحاد حاليا بيدرس السير الذاتية لثلاث مدربين أجانب من التصنيف الأول، وهيتم خلال ساعات الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب. زي ما قلنا، الاتحاد وضع شروط ومعايير هيتم من خلال اختيار اسم المدير الفني، أهمها التفرغ وأنه يكون حقق بطولات وألقاب عالمية في السيفي بتاعه، ويكون من المدربين اللي بيتبنوا سياسة الدفع باللاعبين الشباب وصناعة أجيال جديدة. الاتحاد أعلن نهاية رحلة روبرتو غارسيا باروندو مع منتخب مصر، وتم الاستقرار على القرار من قبل بطولة العالم ما تبدأ، نتيجة أن باروندو رفض طلب اتحاد اللعبة بأنه يكون متفرغ لمنتخب مصر. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية، إن شاء الله تكون بداية جيدة لمسيرة بتحتوي على بطولات وألقاب عالمية بإذن الله.